التحطيب واحدة من أشهر الألعاب الشعبية اللي بيمارسها المصريين. باحثين كتير قالوا إن أصل اللعبة يرجع لعهد الفراعنة، وبيستشهدوا بنقوش لقوها محفورة على جدران كتير من المعابد بتصور مشاهد لجنود مصريين بيتبرزوا بالعصي، وده بيقول إنها كانت في الأصل لعبة قتالية، لكنها مع مرور الزمن بقت واحدة من الألعاب الاستعراضية الشعبية خصوصاً في الصعيد. بتجمع حلقة التحطيب بين الخفة والرشاقة، ومعاهم الخداع والمكر، ولازم المتنافسين يكونوا حريصين على إن ما يسيبش أي حد منهم أي أذى، وكفاية إنه يلمس جسم المنافس بخفة فقط لغير. المهم إن المنافسة تكون ممتعة واللعبة شريفة. يا مرحب يا عم عبد. يا مرحب بيك، وشرفت الصعيد من أول الصعيد لآخر الصعيد. شرفها بأهلها الشرفة. يا مرحب يا مرحب. الرئيس عبد الله بتاع المزمار البلدي. لفيت العالم كله هني. أنا حاسة إن أنا شفتك في فرنسا. أنا فرحت فرنسا كتير. فرنسا وإيطاليا وأمريكا. في العالم، في المعهد العالم العربي. المعهد العربي، بيت العرب. أيوه. بيت العرب في فرنسا. ده غنت فيه فيروز، غنى فيه عبد الحليم حافظ. كله أيوه. متقال. رئيس متقال. الرئيس متقال وخش برضه فيه، اشتغلنا فيه بيت العرب برضه فيه. انت اشتغلت مع الرئيس متقال؟ اشتغلت مع الرئيس متقال هناك. بقالك كام سنة في الكاردة؟ في الكاردة بتاعي يمكن 52 سنة. والدك كان برضه بيشتغل؟ والدي برضه كان يزمر برضه. جدك لا؟ لا جد برضه، ما هو خيطة من الجد. هو زي ما في عوائل تحطيب في عوائل موسيقية؟ ايوه طبعا، لما يطلع الواحد طبعا يلقى ناس بيشتغلوا من مزمار البلد دي. رح يتعلم، لازم يتعلم. ده المزمار بتاعك؟ ده المزمار دي. ده عامله فين؟ عامله فين يا عم عبد الله؟ ده معمول في مصر، فرعوني. ده ما هي المزمار فرعوني. فرعوني يا جباس. والتحطيب فرعوني. والتحطيب فرعوني. ما هتعيش من بعضيهم. الفرعوني ده طبعا المزمار والخيل وكل دي. ده مخروط. مخروط ده نروح له مخرطه. مخرطه فين؟ في مصر. نجيب الحاجه دي طبعا، نركب لها دي اسمه اللازق. اللازق ده يركبني لولا دائما تدورش دي. ولولا دي ما تدورش دي. صعبه قوي. صعبه كله، هي لازم كله شغله صعب. الخشب ده ايه؟ الخشب مشمش. مشمش. خشب مشمش ده خاصه. في ليله زي دي لقيت الرجاله وهي بتعمل قبل التحطيب بيجوا لك يحيوك بالعصايا، يقولوا لك حاجه، اللي عايز يسمع الموسيقى دي، اللي عايز حماس اكتر. ايه كل واحد ليه لون. يعني مثلا واحد عاوز صابر، عاوز تنعيم، عاوز كده كده. يعني ايه صابه وتنعيم والحاجات دي؟ دور صابر دي، صابر على بالوجه. ايوه. ده طبعا ده الدور لوحده طبعا في التحطيب. ايوه. وفي دور ثاني الواحد مثلا الجهيني. المزاول عصاية، اساس العصاية مزاول. الجهيني. يعني ايه؟ الجهيني ده يعني التحطيب حلو، يعني يخلي الرجل ترفع لفوق. كلها موسيقى حماسية. عليها حماسية. أنا اتبسطت قوي يا عم عبد الله. ربنا يزيدك ويزيدك فن ويزيدك محبة الناس كلها. آمين آمين. الله يكرمك بالصحة إن شاء الله. آمين يا رب. يعني بتشكر لك جدا جدا والله يخليك. يعني فعلا يا عمده محي كان يوم جميل جدا. انت شرفتونا. ولجميع اهل الشيخيه اللي اكرمونا وشالونا على راسهم من فوق. الله يبارك لك والله. ده من ذوقكم والله العظيم. وكل واحد فيهم عنده حكايه يقولها وعنده تاريخ وعنده طاقه كده حلوه، كل حاجه حلوه. الناس دي كلها اللي شايفاها دي كلها بصي كلها مدعوكه ببعضيها، كلها ناس بعضيها. العم اللي خالي النسيب اللي صاحب اللي بصي، ما فيش حد من الناس دي غريب من 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 الثاني. هنسيب لك بقى تذكار صغير مننا. زميلنا عبد الله شرفنا والله. بياخد دايما بورتريه للناس اللي بيستضيفونا او بنستضيفهم. انا بيك يا استاذ. تعلقوه بقى عندنا وتفتكر اليوم ده بيه ان شاء الله خير باذن الله. ما فيش سقفه كده ولا حاجه ولا كبير. ولا حاجه كده تفرح. We'll be right back.
زمار في ملد الحياة والدنيا دوام، واللي يعيش بيشوف من الدنيا دي ياما. العدل سيف والزيف لوع القلوب سلطان، واللي زهد دنيته يحكم بأحكامه. احذر عدوك كل يوم مرة، واحذر صديقك كل ساعة ألف. انت تخاف الضربة من برة، والضربة تيجي للأسف من الخلف. قلبك دليلة طوعه واستفتيه، يمكن يدلك على اللي نفسك فيه. اللي معاه ربنا نور ربنا في قلبه، العمر شيء يغلبه ولا حزن يوم يطفيه.